أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس إذا نصحته يقول التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه، فهل فعله صحيح؟ هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تقي في عمله وفي قلبه وفي أعماله، فتقى القلب يظهر على الجوارح، يظهر على الأفعال. أما إذا ساءت الأفعال وقبحت فهذا دليل على فساد القلب أو ضعفه. نعم. أما أنك تفعل ما تشاء من المنكرات وتقول التقوى ها هنا، تفسر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير تفسيره، فهذا من الخطأ والفرية على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو طهر القلب وصار فيه تقوى لصلحت الأعمال والأقوال والمظاهر. نعم. ففساد الأعمال دليل على فساد القلب. نعم.